للمقبلين على الزواج تطبيق جديد يسهل مراحل التحضيرات التي يغرق بتفاصيلها الأزواج الباحثون عن زفاف الأحلام. تزوجنا هو اسم التطبيق الذي يهدف إلى مساعدة الشباب والصبايا للوصول إلى كل من له علاقة بإتمام الزفاف بسهولة وسرعة وأينما وجدوا على الأراضي اللبنانية من مؤسسات تعنى بالورود والإضاءة والتصوير وغيرها، بالأحرى من الألف إلى الياء. الهدف تبعها كان انه تجمع كل المحلات from A to Z، يعني واحد بده بلانر، بده شعر، ميك اب، تيب، فانيوز، دونك جمعناهم كلهم in one place تما يقعد ينبش ويسأل وعند مين فيه يروح تما يصير في هيدا الضياع اذا بدك. دونك حصرنا له اياهم كلهم in one place، بيقدر يفوت يشوف شغلهم، ياخذ فكره شو بيقدموا السبلايرز، وهي كان contact them directly through الابلكيشن. نجاة ورواد أحد هؤلاء الأزواج الذين استخدموا تطبيق تزوجنا عن طريق الصدفة، وكان بالنسبة لهم دليلاً مهماً جداً إذ يحتوي على أكثر من 3000 مؤسسة تعنى بتنظيم وتحضير الأعراس وتزويد الأزواج بكل المستلزمات والمتطلبات، ويوفر عملية بحث طويلة ووقت عن الأنسب والأقرب لذوقهم وزفاف أحلامهم. Actually أنا بلشت حضر ما كنت بعرف على الأب، so كنت شوي عم ضيع، كان كل حدا من ميلي عم يجي يقول لي شوف هذا السبلاير، شوف هداك، وما عود أعرف وين أطلع، فوت على جوجل يجيني من كل ويب سايت بميل. أنتل في بنت رفيقتي معي بالشغل قالت لي إنه لازم شوف على الأب، هي دجا حضرت عرسها واستعملتها. فأول ما بلشت استعملها كتير حسيتها user friendly وكتير هينة لتستعمليها، والحلو فيها انه الكاتيجوريز كلهم واضحين وبتحط لك ليست اوف كل السبلايرز قدامك، سو ما بقى تضيع. انه هي السيرفيس على الابلكيشن بتهون كل شيء، يعني بدل ما انا اروح واجي اتعذب كنت سوى ابلكيشن اطلع كل شيء وكل شيء واضح، سو باي كليكينج وي كان جيت ايفريثينج. يعد التطبيق خطوة مهمة نحو تنظيم الأعراس دون الاضطرار إلى الاستعانة بمنظمي الأعراس الذين يتقاضون مبالغ خيالية، كما أنه يمكن المقبلين على الزواج من تحديد ميزانية الزفاف، ويتطلع مبتكرو التطبيق إلى إطلاقه في المرحلة المقبلة في دول عربية لمساعدة الشباب العربي في التحضير لزفاف الأحلام بسرعة وسهولة. ليلى خليل الغد، بيروت.